ഇനിയൊന്നായി വിളിക്കുക നമ്മൾ ബഹാർ 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 ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് ജിന്ദാബാദ് ബഹാർ 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 ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് ജിന്ദാബാദ് ബഹാർ 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 ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموفق لهذا المعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابه إذ الميامين وأتباعه كلهم أجمعين. أما بعد، في هذه الحفلة الطيبة البهية البهيجة أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا دائما لمن هذه فرصة ذهبية. أيها الحاسن الأشقاء، محبة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله، المحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مرحلة أساسية، فقد ورد حديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم متعدنا. أما الألسنة فتترطب بذكره والصلاة عليه، وأما الأذان فتتشنف بسماع سيرته وحديثه، وأما القول فتقوى لما ثبت من الحكم والسنة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وأما الجبانه فالأعضاء فتنتفي وتتمتع بموافقة هدي رسوله وحاله صلى الله عليه وسلم. المحبة لا تحد، أي لا يذكر لا تعرف، إذ هي أمر ينبعث بنفسه يصعب التعبير عنه، ويستولي في المحبة على كل صورها وأعظم مراتبها وعلى درجاتها. هو صلى الله عليه وسلم الحري بأن تنبعث محبة القلوب والنفوذ له في كل لحظة. وكان الصحابيون واهل العلم والخير الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من كل شيء من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أحبائي في الله، كلنا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وجوب ومحبة اختيار وتعظيم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الوجوب لا يحتاج لأدلة، فلعلنا ندرك عظمة هذا الوجوب إنما ندرك هذه النصوص الواضحة. وكيف ندركنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو أن نكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل وقت الأوقات وكل يوم فيوما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبع الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر صلاة عليك، إني أكثر صلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: أربع. قال: ما شئت، فإن تفوه خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن تفوه خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن تفوه خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها إذا تكفي. قال: إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك. فبذلك ينبغي علينا أن نكثر الصلاة على سيد الولد أدنان صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله. أختتم كلامي مع وصية الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.